يقول السائل: أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ب100,000 صلاة، فهل المقصود بالحديث صلاة الفريضة فقط؟ نعم، المقصود صلاة الفريضة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني النوافل، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل على أن المقصود بالمضاعفة صلاة الفريضة، لأنها هي التي تصلى في المسجد، لا بد أن تصلى في المسجد، أما النافلة فالأفضل أن تصلى في البيوت. نعم.